بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد أن نخصصه حول التعرف على سورة عظيمة من القرآن، سورة الإخلاص، وهي سورة يعرفها الجميع. نريد أن نتعرف عن حقيقة هذه السورة، ونتعرف عن أسمائها وعن مقاصدها وأسرارها وأحكامها وأسباب نزولها وفضلها عند الله وأثرها على قلب المؤمن وعلى فكره وعلى إحساسه ومشاعره، وكيف ينبغي أن نحافظ على هذه السورة ونعلمها أطفالنا ابتداء، ويواظب عليها كبراءنا في كل وقت وحين. إنها سورة الإخلاص التي يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. هيا بنا أحبابي الكرام، رددوا معي: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. هذه السورة أيها الأحبة الكرام تسمى سورة المعرفة بالخالق، إنها تعرف بالخالق المعبود بأوجز لفظ وأدله على المقصود. سورة الإخلاص هي سورة مكية نزلت في مكة المكرمة حينما كانت تعلو معتقدات الشرك وعبادة الأوثان ونظام العبودية والجاهلية. جاءت آيات هذه السورة الجامعة المانعة بمثابة إعلان عقيدة التوحيد. عموم الناس هم مكثرون من تلاوة هذه السورة، إنها تجري على ألسنتنا جميعا لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها وجلال معانيها. الكثير منا يعرف حقيقة هذه السورة وما تدل عليه، ولكن أيضا الكثير منا يخفى عليه حقيقة هذه السورة وعظيم فضلها ونفعها. مما يدل على فضل هذه السورة كثرة أسمائها، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فهذه السورة سورة الإخلاص سميت بعدة أسماء، حوالي 20 اسما، كلها تصب في فلك التوحيد ومعرفة حق الله على العبيد، وفيها الرد على عباد الأصنام وعلى عباد الأوثان وعلى القائلين بالثنوية والقائلين بالتثليث والقائلين بالتعدد، والرد على جميع الأديان الباطلة. فهناك عقائد تنادي بالتثليث مثل المسيحية، كيقولوا الله والابن وروح القدس، هذا كيسمى آلهة ثلاثة،
هناك من يؤمن بالثانوية، يعني إلهين، إله الخير وإله الشر، وهناك من يعتقد بالأوتان والأصنام والغير ذلك، لكن هذه العقيدة تدعو إلى مدى إلى التوحيد. التوحيد، قل هو الله أحد. أشهر أسماء هذه السورة هو الإخلاص. لماذا سميت بسورة الإخلاص؟ لأنها أخلصت التوحيد لله، ولأنها خالصة لله، ليس فيها أوامر ولا نواهي، لم يأمر فيها الله تعالى بأمر أو ينهى فيها عن نهي، سوى إخلاص العبودية له سبحانه، فليس فيها كلام إلا عن الله جل جلاله وعن صفاته العظيمة. أيضا لأن قارئها وتاليها قد أخلص دينه لله، من يقرأها يتحقق عنده الإخلاص في قلبه، ومن واظب عليها تخلصه من الشرك إذا قرأها معتقدا على ما دلت عليه، كما أن في قراءة هذه السورة خلاصا من عذاب الله يوم القيامة، فمن يحفظ هذه السورة ويقرأها يخلصه الله تعالى من العذاب يوم القيامة. وكذلك لأن هذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولأنها سميت سورة الإخلاص دلالات لا تكاد تنقضي. أيضا سميت هذه السورة بسورة الصمد، تسمى سورة الإخلاص وتسمى سورة الصمد، لأنها مختصة بذكر الله تعالى جل جلاله، وتسمى أيضا بسورة النجاة لأنها تنجي من الكفر في الدنيا وتنجي من النار في الآخرة. كذلك تسمى هذه السورة بسورة الولاية، لأن من واظب على قراءتها صار في موكب أولياء الله الصالحين وتعرف إلى الله، ومن عرف الله على ذا الوجه فقد والاه. كذلك تسمى سورة المعرفة، لأن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة مضامين هذه السورة، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، فقال له النبي الكريم إن هذا عبد عرف ربه، إن هذا عبدا عرف ربه، فالذي يقرأها قد عرف خالقه جل جلاله. وتسمى أيضا سورة الجمال، فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فسألوه عن ذلك فقال أحد صمد لم يلد ولم يولد. أسماء كثيرة، أكثر من 20 اسم ذكرها العلماء والمفسرين حول سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة نقرأها جميعا مرات متعددة كل يوم، يقرأها الكبير والصغير، يقرأها الرجل والمرأة، يقرأها الجميع، لكن ماذا عن سبب نزولها؟ يروي لنا أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي كان مهتما بالقرآن والتفسير والتنزيل أسباب النزول، يقول بأن سبب نزول هذه السورة وحيا من السماء أن المشركين اجتمعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد، منذ أن جئتنا بهذا الدين فقد فرقت كلمتنا وشعقت عصانا وسببت آلهتنا، يا محمد لقد خالفت دين آبائك وأجدادك، يا محمد لماذا فعلت كل هذا؟ إن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت مجنونا داويناك، وإن كنت قد هويت امرأة زوجناكها، وأخذوا يقولون له
مجموعة من العروض، اطلب ما تشاء وتخلى عن هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصناديد من كفار قريش أجمعين، قال: يا قوم، لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة، إنما أنا رسول الله، أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الديان. فقالوا له: يا محمد، انسب لنا ربك، بين لنا جنس معبودك، ربك هل هو من ذهب أم من فضة؟ ربك هل له ولد أم صاحبة؟ ربك هل هو كذا أم كذا؟ ذكروا مجموعة من الصفات حول هذا الإله. فأراد الله عز وجل أن يعرفهم بنفسه، فأنزل هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وبعد فترة قصيرة، كما يقول الصحابي الجليل عكرمة المهتم أيضا بأسباب النزول، قال: جاءت اليهود فقالوا: يا محمد، نحن بني إسرائيل نعبد العزير. وقالت اليهود: عزير بن الله. ثم جاءت طائفة من النصارى وقالوا: يا محمد، نحن نعبد المسيح. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ثم جاءت طائفة من المجوس وقالوا: يا محمد، نحن نعبد الشمس والقمر. ثم جاء المشركون وقالوا: نحن نعبد الأوثان. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يا رب، ماذا عساني أن أقول لهم؟ اليهود يعبدون العزير، والنصارى يعبدون المسيح، والمجوس يعبدون الشمس والقمر، والمشركون يعبدون الأوثان والأصنام، بماذا أجيبهم يا رب؟ فجاء الجواب من السماء: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة لما نزلت فرح بها الصحابة رضي الله عنهم، لأنها خفيفة على اللسان، حلوة في القلب، وتزيد الإيمان. فقالوا: يا رسول الله، هذه سورة عظيمة، ما أجرها؟ أجرها عظيم لمن قرأها، إنها تعدل ثلث القرآن. من قرأ سورة الإخلاص وكأنه قرأ ثلث القرآن، يعطيه الله عز وجل من الأجر والثواب ثلث القرآن، لأن القرآن الكريم اشتمل على العقيدة وعلى العبادة والمعاملات والأخلاق، ثلاث دوائر كبرى. هناك العقيدة، وهناك المعاملات، وهناك القيم والأخلاق. فالعقيدة هي ثلث الإطار العام، فمن قرأ الإخلاص وهي مختصة بصحيح العقيدة كان له من الأجر والثواب ثلث القرآن. في الحديث أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الرجل وكأنه يتقالها، كأنها قليلة، يعني لا، صلى بالناس، ولما صلى بهم قرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد. بعض الجلساء كأنهم تقلوها، يعني لم يقرأ بالصور الطوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا قسم مغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. أمنا عائشة رضي الله عنها تروي أنه حينما بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، كان هناك حروب، فبعث سرية
والرجل كان قائد سرية، وطبعا قائد الجيش هو إمامهم، يصلي بهم أيضا. فلما كان يصلي بهم يختم دائما بقل هو الله أحد، كل مرة إذا صلى بهم يختم بقل هو الله أحد. بعضهم استاء، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال النبي الكريم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لهم لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا صاحبكم أن الله يحبه، أخبروا صاحبكم أن الله يحبه. فمن أحب هذه الصورة ومن أكثر من تلاوتها أحبه الله. فيا أحباب الله، من كان منكم يريد أن يكون حبيب الله، من كان منكم يريد أن يكون قريبا من الله، من كان منكم يريد أن يحصل على الأجر والثواب الكثير، ما عليه إلا أن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فيها النبي الكريم من قرأها حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، قصر في الجنة. فقال سيدنا عمر إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال النبي الكريم الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. نحن جميعا نعلم أزمة السكن في دنيانا، من أراد أن يمتلك شقة اقتصادية يأخذ ديون لسنين طويلة ولا يكاد يحصلها. ربنا الكريم يقول لنا إن الدنيا فانية والجنة باقية وسلعة الله غالية، فمن أراد أن يحصل على قصر في الجنة لن يحتاج إلى ديون ولا إلى تعب ونصب. فقط أيها الحبيب الكريم، إذا أردت أن تحصل على قصر في الجنة اقرأ قل هو الله أحد 10 مرات. كلما قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بني لك قصر في الجنة. يروى أن في الجنة أن المؤمن لما يدخل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يجد على مد البصر قصور متناهية الجمال لا يشبه بعضها بعضا، فيقول للملك لمن هذه؟ فيقول له هي لك. قال وكيف أعطيتها؟ قال بقراءتك قل هو الله أحد، كلما ختمتها 10 مرات بنى الله لك قصرا في الجنة. سيدنا عمر ابن الخطاب فرح بهذا الخبر فقال يا رسول الله إذا نستكثر منها؟ فقال الله أكثر وأطيب. أيضا أيها الأحبة الكرام، قل هو الله أحد سبب في استجابة الدعاء. بعض الناس عندهم موانع في الدعاء، يظل يدعو الله تعالى يا ربي أريد الرزق، يا ربي أريد الصلاح، يا ربي الزوجة مع زوجها في صراع يريداني المودة والرحمة، الإنسان يبحث عن عمل ويدعو وربنا لا يستجيب له. ربما عندهم موانع في استجابة الدعاء، لكن قل هو الله أحد مفتاح عظيم من مفاتيح استجابة الدعاء. في الحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا برجل يصلي ويدعو الله ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمعه النبي الكريم يقول هكذا بحماس فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. فمن أراد أن يسأل باسم الله الأعظم الخفي موجود في سورة الإخلاص، هذا الصحابي قال يا رب إني أسألك، كان مهموم وكان مكروب، فماذا قال؟ يا رب إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تعجب النبي الكريم كيف هدى الله تعالى هذا الرجل وأرشده للإسم الأعظم. قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيها الأحبة الكرام، الغاية من حلقة اليوم هي أننا نصبح محبين لهذه الصورة، ونصبح من المقرئين لها في كل وقت وحين. وأنا أسير في الطريق أقرأ قل هو الله أحد، وأنا أصعد في الدرج أقرأ قل هو الله أحد، وأنا أسوق سيارتي أقول قل هو الله أحد، وأنا أجلس على مكتبي أقرأ قل هو الله أحد، وأنا أعمل في حقلي أو في أي مكان آخر أقول قل هو الله أحد. وسيدة البيت وهي تقوم بأشغال المنزل تقرأ قل هو الله أحد، والتلميذ والطالب يحصل الدراسة ليقرأ أولا قل هو الله أحد. هذه السورة العظيمة أيها الأحبة الكرام محورها عظيم، إنها تدور حول صفات الله جل وعلا، الواحد الأحد الجامع لصفات الكمال، المقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والمماثلة. هذه السورة تضمنت أهم الأركان التي قامت عليها شريعة الإسلام، وهي توحيد الله وتنزيهه. هذه السورة ابتدأت بتنزيه الله عن الشرك وعن الاحتياج. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم تبدأ بصيغة الأمر بالإيمان، بل بصيغة الأمر بالإعلان، الإعلان عن الإيمان. فربنا يقول بقل هو الله أحد، يعني الواحد الأحد المتوحد بجلاله وعظمته، الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة. فكل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد هو الكامل في صفاته، الدائم والمحتاج إليه دوما. الصمد هو الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات، لأنه ليس بشيء يولد إلا وسوف يموت، كلنا سوف نموت، وليس شيئا يموت إلا سيورث ويورث، ولكن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، فهو الصمد، الصمد الكامل في صفاته. يروى أن أعرابيا كان في ورطة وعنده صنم، بدأ يدعو صنمه ومعبوده فيقول: يا صنم يا صنم يا صنم، ولكن الصنم لا يسمع ولا يجيب، وظل يقول: يا صنم يا صنم يا صنم، والصنم لا يستجيب. وفي لحظة وقعت له زلة لسان، عوض أن يقول يا صنم قال يا صمد يا صمد، فإذا بالله عز وجل يجيبه ويقول له: أي عبدي سل تعطى، أي عبدي سل تعطى. الصمد، ادعو الله تعالى قول يا صمد يا صمد وسوف يعطيك. معنى الصمدية هي دعوة الناس إلى الالتجاء إلى الله وحده، وعدم الالتجاء إلى غيره من المخلوقات والعباد، لأن كل المخلوقات لا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل جميعهم محتاجون لمن يصرف عنهم السوء ويقضي لهم الحوائج. انظروا إلى من يعبد المسيح، ماذا قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أمه، هل يعقل أن إله له أم؟ وهل يعقل أن الإله يأكل الطعام؟ إذا كان يأكل الطعام معنى أنه فقير إلى الطعام، والطعام يخرج منه عبارة عن غائط، وهذا لا يليق بعظمة الألوهية. إلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إشارة لطيفة من الله في بأن الإله ليست هذه صفاته. فالصمدية هي مقام عظيم من مقامات الله، ولذا نسمي عبد الصمد، من الأسماء الطيبة نقول عبد الصمد،
لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد، لأن من يحتاج إلى الولد فهو ناقص، الذي يلد فهو زائل وفان. فالولد إنما يكون للحاجة، كان ولد الولد احنا محتاجين إلى المعونة، محتاجين إلى بقاء النسل، لكن الله تعالى مستغن عن ذلك، فلهذا لم يلد لأنه غير محتاج ولا يحتاج إلى بقاء النسل ولمن يقدم له المساعدة، لأنه مستغن عن الجميع. وأيضا ربنا عز وجل ليست له صاحبة، لأن الصاحبة تعني المماثلة والمجانسة، والله تعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد. قال سبحانه: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا رد مفحم بأسلوب السؤال الاستنكاري، فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، والله عز وجل أزلي، ليس قبله شيء وأبدي، ليس بعده شيء، لا مثيل له، لا نظير له، لا شريك له، سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. إنه الرحمن، من كانت صفته الرحمن يستحيل عقلا أن يكون له ولد ولا صاحبة، فالنقيضان لا يجتمعان أبدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إنه أسلوب قوي من الله تعالى يستنكر فيه من يدعي أن الله له صاحبة أو له ولد. لم يلد ولم يولد رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم: المشركون واليهود والنصارى. المشركون جعلوا الملائكة هم عباد الرحمن إناثا، جعلهم أبناء بنات الله، الملائكة بنات الله، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود جعلوا العزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. والنصارى جعلوا المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكذبهم الله جميعا وقال: لم يلد ولم يولد، لأنه جل جلاله الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ وهو الآخر، فكيف يكون له ولد؟ ولم يكن له كفؤا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته، لم يكن له كفؤا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. نفى الله تعالى على بهذه الصفات والبركات أن هذه الآيات ليس فيها مثيل لله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة ظل سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقرؤونها في كل وقت وحين، يكثرون من قراءتها، يتعهدونها دوما وأبدا. وعلى هذا الهدي الأنور والسبيل الأكمل صار خيار هذه الأمة يتلون حق تلاوتها، ويفهمونها حق فهمها، ويبجلونها أعظم تبجيل، حتى إنها ما تغيب عن أذهان الصالحين ولا تتعطر على ألسنتهم. علينا جميعا أيها الأحبة الكرام أن نحفظ هذه السورة، وأن نستوعب معانيها، وأن تعيش معنا كل يوم، كل يوم نقرأها مرات متعددة. إذا قرأت 10 مرات بنى الله لك قصرا في الجنة في كل 10 ختمات، هنيئا لمن قرأ هكذا. ومن قرأها 3 مرات فكأنما ختم القرآن، لأنها تعدل ثلث القرآن. والذي ينبغي أن نعلم هذه السورة هم أطفالنا، الأطفال ديالنا، نجيب وليد صغير ولا البنية، نقول له افتح المصحف على سورة الإخلاص، يا صغيري الجميل افتح المصحف على الإخلاص ثم قل لي اقرأها 3 مرات. فنقول له: يا بني، إذا قرأتها 3 مرات تفوز بحب الله، لقرأ 3 مرات أحبه الله تعالى، فيقرأها الطفل الصغير. ونقول له: يا صغير الجميل اقرأها 10 مرات، لأن ألا تريد أن يبني لك الله قصرا جميلا في الجنة؟
لنقرأها 10 مرات، هل تحب ذلك؟ ونعلم أبناءنا الصغار وبناتنا الصغيرات مضمون هذه الآية. هذا مطلب لكل والد ولكل والدة، اجمع والدته ويقرها لهم بمعانيها الواضحة. نقول قل هو الله أحد، يعني أن الله واحد، ليس هناك رب آخر لنا، الله وحده لا شريك له، لا نعبد أحدا غيره، خلقنا يرعانا دائما، نحبه ويحبنا. الله الصمد هو ربنا، نحتاج دائما إليه في كل أمور حياتنا، نحتاجه عندما نخاف، نحتاجه عندما نمرض، نحتاجه عندما نتعب، نحتاجه حينما ينقص مالنا. هل تعرف كيف ننادي الله تعالى يساعدنا؟ نقول له يا رب يا رب، نطلب منه ما يشاء، ربنا يسمعنا ويرانا ويقدر أن يحقق لنا كل متمنياتنا. لم يلد ولم يولد، الله تعالى خلق الإنسان لكن لم يخلق أحد، لم يخلقه أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس له والد ولا ولد ولا زوجة ولا أم ولا أب، ولم يكن له كفوا أحد، بمعنى أن كل الأشياء في الحياة لها شبيه. أنت يا صغيري تشبه أختك وتشبهني، الحيوانات تتشابه، النباتات تتشابه، لكن الله تعالى لا يشبه أي شيء نعرفه أبدا، ليس هناك من هو في مثل قوته وعظمته. هذه طريقة بسيطة نعلم بها أطفالنا الصغار حب قل هو الله أحد. وهناك ملاحظة للأم الغالية، عودي طفلك أن يقول سبحان الله عند حديثك عن الله، ملي يسمع كلام الله قل لي قل سبحان الله يا بني، يا صغيري قل سبحان الله، وأن يحترم ذكر الله. وأحيانا لا تتوتر الأم والأب حينما يسأل الطفل الصغير عن أسئلة غريبة لا تليق عن ذات الله، مثلا يسأل الطفل الصغير يا أمي هل الله يجوع؟ هل الله ينام؟ هل الله أين هو؟ لماذا لا نراه؟ هذا معناه سؤال الفطرة. لا تنزعجي أيتها الأم الغالية حينما يسأل صغيرك مثل هذه الأسئلة، فهو لا يقصد إلا معرفة حقائق الوجود من باب الفضول. وأحسن طريقة لمعرفة الله هي قولي له يا بني ردد لا إله إلا الله. هذه دعوة للجميع، للصغار والكبار، كل من عنده شك وعنده أفكار ربما قد تقلقه وتضجره وتقض مضجعه ولا يكاد يجد لها سؤال، ما عليه إلا أن يردد لا إله إلا الله، فإن الله تعالى يعطيه واردات تأتي إليك، خواطر وواردات من الله، فيها الإشراق الروحي وفيها المعاني العميقة الخفية التي لا يدركها إلا الله وأولياؤه الصالحون. لا تأتي بالقراءة والكتابة، وإنما تأتي عطاء من الله، فلنردد جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. نعود أيها الأحبة الكرام ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والمشاركة والتعليق والإضافة. أرقامنا هي 05-22-88-00-01-02 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبدأ بأول مكالمة من الدار البيضاء مع أخينا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة. حياك الله سي مصطفى. دير بخير؟ الحمد لله مولاي. لاباس بخير دير فيك. مرحبا. بغيت الله يخليك الدعاية ليا مع مراتي. لا إله إلا الله. مراتي هي نسوية وكلت تسمو. ما عندها الجنين سترسها وما كتبوش ليها الدواء وكتسمح عندها. خويا مصطفى كيفاش كان التسمم؟ والله ما عرفت كيفاش. زارت الطبيب؟ اش قال لها الطبيب؟ مشات عند الطبيبة قالت لها زيركي في الاول قالت لها راكي حاملة. نعم. وعطات 10 ايام ومن رجعت عندها قالت لها زيركي وكلة التسمم. ما شاء الله. في الطعام قالت لها الدواء راه خطر عليك.
الدواء خطر على الجنين. الجنين يا خويا فعلا لا اله الا الله، الله يشفيها ويعافيها. امين يا رب. وشحال تقريبا دابا عندها ديال الحمل؟ شحال من شهر؟ يلاه الشهر الاول. الشهر الاول كيكون صعيب شويه على الجنين. يلاه في التكون ديال تخلق الجنين في المرحله الاولى ما شاء الله. الله يشافي يا ربي يا كريم، وهذه الجمعه المعظمه عند الله نسال الله الكريم المتعال ان يشافيها ويداويها. اخي مصطفى، ملي كتكون المراه مريضه وعندها جنين في بطنها والطبيب كيقول لها بان الادويه الكيماويه ان تناولتيها فانها سوف تتسرب الى الجنين ويتاذى منها، هنا نلجا الى الدواء بالقران الكريم. فاخي مصطفى غنرشدك لواحد الطريقه ديال الدواء. خذ واحد الاناء ديال الماء، وحنا اليوم تكلمنا على فضل قل هو الله احد وفيها اجر وثواب عظيم. خويا مصطفى خذ الاناء واقرا فيه كلام الله، اقرا فيه قل هو الله احد 11 مره. العلماء كيقولوا في الاستشفاء بقل هو الله احد 11 مره نكررها. لماذا رقم 11؟ قالوا لان عدد حروفها 11 او اياتها 11 مره. نقراوها 11 مره بقل هو الله احد او عدد كلماتها 11 كلمه نكررها، ومن بعد نشرب ذلك الماء بنيه الاستشفاء. غادي يكون ماء طبيعي، ما فيه لا مواد كيماويه ولا اي اعشاب ولا اي شيء قد يضر بالجنين. ما فيه الا الماء اللي هو رحمه للعالمين، وفيه كلام الله نور وبركه وهدايه. وان شاء الله تعالى يا ربي ياتي الله الشعلاء بالشفاء الكامل. فاللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. شكرا لك اخي مصطفى من دار البيضاء، وغنتحولوا الى فاس مع للا زينب. او الو ليلى من فاس، مرحبا بك للا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير الدكتور؟ لاباس عليك؟ كيداير مع الصحه؟ الحمد لله وشكرا لليلى. بارك الله فيك للا يحفظك. عافاك، انا عندي ثلاثه ديال الاسئله الله يرحم الوالدين. يا الف مرحبا. السؤال الاول، جوج الاسئله بخصوصي انا الله يستر عليك. انا السؤال الاول، انا ما كنقدر ندير حتى حاجه في حياتي. إيه؟ يعني ما كنقدر ندير والو، ما كنقدرش نصلي، ما كنقدرش نذكر الله، لساني ثقيل، حتى ثقيله، بالرغم بانه انا يلا عندي 20 سنه. نعم. يعني كان كلشي مزيان، ولكن دائما كنحس بصحتي انه دائما ثقيله ثقيله، يعني ثقيله عليا بزاف، ظهري كيضرني، رجليا كتات، كل راسي. نعم. واحد الحاله ما نقدرش نقول لك، ما نقدر لا نتوضا لا نصلي، وما نقدرش نذكر الله، يعني حتى ملي كنبغي نقول لا اله الا الله وكنقرا القران، يعني كنقولها مره وحده بزز، يعني بحال انني كندير شي مجهود بزاف باش نقولها لا اله الا الله. ما كنقدرش، وما كتصدق لي حتى حاجه في يديا، يعني الدار يعني ما شاء الله دائما المشاكل، دائما صداع، دائما الدار خاويه، ما كايناش البركه صراحه لا اله الا الله. سميتو زعما ما عرفتش، دائما كنحس بانه كاين شي حد من ورايا. نعم. دائما واحد النفس، يعني كنحس بالنفس من ورايا. نعم. يعني فين ما مشيت كنحس بانه كاين شي حد، ماشي انا بوحدي، كاين شي حد معايا من ورايا. يا لالا. يعني والله الا سميتو هاد اليومين هادي، يعني جيت بحال هكا بغيت نطفي الضو باش نعس سميتو في البلاصه ديالي. يلا هكا طفيت الضو، طفيت الضو الكثير وخليت واحد شويه ديال الضو، يلا حطيت راسي على المخده ودرت واحد الدوره باش نقاد المخده ديالي، ولمحت عينين كبارين. نعم. عينين انا شفتهم، يعني قبل ما ننعس وداك الشيء كلشي شفت عينين كبارين، يعني شفتهم انا شفتهم، ودورت وجههم ما بقيتش تلسك. في ديك الوقيته بقيت كنذكر الله وكنقرا المعوذات وايات الكرسي حتى داني النعاس حتى الصباح. نعم لله. وهادشي الصراحه زعما مأثر عليا، كنقول علاش انا ما نصليش، وعلاش كنبغي نصلي وكنبغي ندير بزاف د الحوايج ونذكر الله ونتصدق باش تكون عندي البركه وداك الشيء، ولكن والو. نعم. يعني ما كتصدق لي حتى شي حاجه نهائيا في حياتي، اللي حطيت على يديا صافي كتخسر، كتكون زوينه كتخسر. ليه. يعني ورده الا جبتها حيه للدار ونابته وزوينه كنغرسها انا بيديا، كتصبح ميته وكحله. لا اله الا الله. بحال تسمات، قسمت لك بالله، كتصبح ميتة وكحلة. أنا كنستغرب في راسي، ما بقيتش كنقيس من شي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. شي حاجة إلا شفتها وقلت عليها زوينة على الناس وداك الشيء، مثلا شفت شي حاجة زوينة وداك الشيء وقلت راها زوينة،
في ديك الوقت ولا الغد ليه كتفسد كتولي خايبه ولا كتوقع عليها شي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله ليلى. زعما الصراحه ما سمعت ما عرفتش ما ندير. ان شاء الله يا ربي سبحانه وتعالى غيفرج الله تعالى اختي ليلى وقلبنا معك. احنا هادشي هذا لا يخيفنا ابدا بل يشجعنا على ان نمضي قدما. وهادشي اللي كيوقع لك بنتي ليلى هو نوع من الابتلاء وسوف يزول بامر الله جل علا. ليلى بنتي احنا في هذه الارض لا نعيش وحدنا، كاين مخلوقات غريبه تعيش معنا. هناك المخلوقات العظيمه هي الملائكه الرحمن، هي النور الالهي. كاين بعض الصالحين في الممشى تبعها ملائكه الرحمن، عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكلما ذكر الله تحفه الملائكه، ما من مجلس يذكر فيه اسم الله الا حفته الملائكه. كاين بعض الاماكن كتدخل ليها كتلقاها مباركه فيها الملائكه. غادي في الطريق محفوظ وسط الخطر، والناس غاديين بالسرعه المذهله، وربك يحفظك من كل خطر. علاش؟ الملائكه عن يمينك وعن شمالك. كتدخل التجاره مربحه باذن الله. علاش؟ ربك يعاونك وكيسخر لك الملائكه. العلاقه الزوجيه موده ورحمه، رغم المشاكل كل شيء ميسر، ملائكه الرحمن. هاد الملائكه امتى كيجيو؟ على قدر ما يذكر العبد ربه الا حفته الملائكه. كاين الملائكه خاصه بالذكر. الملائكه هي اصناف واشكال، فئه كبيره منهم خاصه بالذكر. فيما كيذكر العبد ربه الا تحفه الملائكه، فيما مشى غاديه معاه. كنلقاو بعض الناس عندهم الهبه، كيقول لك فلان عنده هبه، فلانه سبحان الله اعطاها الله واحد الهبه. واش منها؟ لا، تحفها الملائكه. فكلما اكثرنا من ذكر الله الا حفتنا الملائكه. بالمقابل كاين مخلوقات اخرى هي عكس الملائكه، هي من الجن وهي من الارواح الخبيثه، كتكون دائما تبع الانسان. فيما حط يدو تحت ما كتصدق ليه، ديما مريض. انت يا اختي ليلى ماشي مريضه، انت عندك ما يسمى بالتمريض. اشنا هو التمريض؟ هو حاله من التعب الشديد ترافق الانسان وتتنقل، مره كيضرني الراس، مره الكتف اليمني، مره البطن كيحرقني، مره عندي الركبه كتضرني، مره خاطري مولع، كل مره حاجه. هذا كتسمى التمريض كيدور. وفين مشى كاين صداع، واللي تكلم معاه دغيا كينفر منه، كيبغي ينصرف عنه. اش عنده هذا؟ الاول اللي تكلمنا عليه اللي معه الملائكه عنده القبول، كيقول لك وضع له القبول في الارض. والثاني اش عنده؟ عنده ما يسمى بالتابعه والعياذ بالله. هالتابعه هي روح خبيثه تتبعك وترصدك. ربي عز وجل كشف لك بعضا من صفاتها، دوك العين اللي شفتيهم. كيقول الله عز وجل انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. كيترصدك يشوفك راك انت غادي هنا مشيتي هنا وكيبقى معك. هو باش يبقى دائما يستفد منك خصك تكون تبعيد عن ذكر الله وبعيد عن الناس، والناس ما يحملوكش. غير تقول لهم راه فلان راه منحوس او راه في التابعه، اعوذ بالله كيبعدوا منه، باش يبقى ايزولي، يبقى منفرد. ولا بقى وحيد انذاك هو كيستمتع به. اش بغى منك هاد السيد، هاد المخلوق الغريب؟ بغى منك واحد الماده في جسمك كتسمى رحيق الحياه. كل واحد منا عنده واحد الماده في الجسم كتسمى رحيق الحياه، كيحتاجها لعالم الارواح الخبيثه. كل ما اقترب منك كيمصها، وهو كتعطيه اللذه وكتعطيه القوه وكتعطيه الحيويه والنشاط، وكيسلبها منك انت. كتعود انت هي مريضه كئيبه حزينه، ما تغسليش ما تعوميش ما تمصتي شعرك، ما تدخلي مع الناس في عمل جمعوي، ديما سد عليك الباب طفي الضوء. هذا كيسمى التابعه والعياذ بالله. التابعه ما يخليكش تصلي، حتى صليتي غتذكر الله، فكيمنعك من الصلاه. حتى الذكر كيتقل لك اللسان، كيجي لك واحد اللسان ديالك، حتى هو كبير ممكن ينتفخ يعود في طول ناطحه سحاب، وممكن انه يتركز يعود بحال الثقب ديال الابره صغير، ويدخل لك في مكان معين، يوقف لك تحت لسانك، لسانك ثقيل يعود قد الابره، قد الثقبه ديال الابره. عنده قدرة مذهلة. ربي عز وجل قال لك لا تخشوهم واخشوني، ما تخافش. أول حاجة بنتي ليلى
تبدي بها هي عدم الخوف. الخوف لا يكون إلا من الحي الذي لا يموت. لا تخشوهم واخشوني، اخشوا الله لا تخشى غيره من المخلوقات. بنتي ليلى وجب عليك غتقراي واحد الصورة، رغم أن القرآن كيجيك صعيب وذكر الله كيجيك ثقيل، لكن كابري وصابري كل ليلة غتقراي سورة الليل. الليل علاش؟ لأنهما بالليل ينشطون، بالليل كتزادهم القوة، وحينما نقرأ عليهم سورة الليل ينصرفون بأمر الليل، بأمر الله تعالى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قرأ السورة بكاملها وتريا، مرة، ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات، تسع مرات، 11 مرة بالوتر. قريها إن شاء الله بنية أنك تزول عنك التابعة. العلماء الصالحون المهتمين بأسرار القرآن القوا بأن من يقرأ سورة الليل تزيل التابعة. ثم أبنتي إذا قضت الصعوبة في ذكر الله جيبي شريط أو عندك موقع إلكتروني في الانترنت أو غير ذلك كتكون فيها الذكر، هناك الرقية في الانترنت، سيري غير محرك البحث وكتبي الرقية الشرعية وغتخرج لك عدد كبير ديال الصالحين من علماء الأمة دايرين الرقية، قرآن كريم لترقية البيت، لإزالة القرين السيء، لكذا لكذا، لإبطال السحر. كاين كثيرة آيات قرآنية مواقع داروها بعض الصالحين بلا ما تبقى تقلب هنا ولا هنا، سير الانترنت كتب محرك البحث وكتب الرقية الشرعية، أو دير الصلاة على النبي مترددة غتلقى واحد الموقع كيبقى واحد مجموعة من الذاكرين كيقولوا اللهم صل على سيدنا، هكا كثيرة، صلى الله على رسول الله، صلى الله، كثير ذكر ذكر ذكر. انت ما قدرتيش غير سمعي، ديري المحرك في الانترنت وغتسمعي، ولا شريط، شري شريط مثلا سيدي وغتكون ان شاء الله تعالى مباركة. فالله يشافيك بنتي ليلى، أسأل الله الكريم أن يداويك ويشافيك ويعافيك، اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من فاس إلى بن ملال مع للا زينب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي لاباس؟ الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. أنا زينب بن ملال، عمري 20 سنة. مرحبا. وعمي عندي الوساوس بزاف. الوساوس؟ أش كيوقع لك بنتي؟ كل فترة كتجيني فيها وساوس، أنا العقيدة على داك الشيء حتى كنقلب كي. ما شاء الله، بحالاش الافكار اللي كتجي عندك الذهن ديالك بنتي؟ نعم، ما كنقدرش نقاومها وسميتو صافي كنبقى خايفه. ما شاء الله، شنو هما الخواطر اللي كتجيك في الذهن ديالك؟ ومؤخرا قريت باللي اللي كيصبر رسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله لكي تقبل توبته. كيف؟ كيف بانه سب الله تعالى تقبل توبته مع عدم قتله. نعم، واللي كيسب النبي صلى الله عليه وسلم خيتوه لا يسقط عنه القتل. لا اله الا الله، واخا ما كنسمعوش مزيان بنتي حيت كاين شي ضجيج امامك. لا اله، اسمح لي عمي شي مرتبكه. ايه وصافي عمي، انا كل مره كتجيني هاد الوساوس، مره كتجيني الا ماما غتموت، مره كتجيني كنبقى خايفه من اي حاجه، مره كتجيني انا كنخاف من الموت، مره على العقيده بزاف. شحال السن ديالك بنتي زينب؟ 20 سنه. ما شاء الله، وهاد العام ندير لا ليسونس لافاك. والله عمي مبقيت سلامة ديال فقرايتي، دابا مضاربة غير مع هادشي. لا اله الا الله، الله يشافيك بنتي زينب، الله يشافيك ويعافيك يا رب. امين يا ربي. عافاك عمي، بغيتك تبين لي هادشي وشنو نقدر ندير باش ما تضرنيش هاد الوساوس، كيفاش نقدر نتشافى منها. واخا بنتي زينب، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك ويعافيك يا رب. لا اله الا الله. الوضعيه ديال بنتنا زينب هي وضعيه خاصه من الكثير من الشابات والشباب الذكور كذلك. 20 سنه، هذا السن كتسمى المراهقه الفكريه. هناك المراهقه الجسميه كتكون في 17 عام 18 عام، ملي كيبلغ الولد وملي كتبلغ البنت كتجيهم المراهقه الجسميه. الانسان كيبغي يشوف الجسم ديالو، كيشوف في المرايا، كيشوف الجمال ديال جسمه، شعره، عينه، جسده، يميل الى الجنس الاخر، كيبحث عنه. هذه كتسمى المراهقه الجسميه طبيعيه، واللي ما عندوش راه هو اللي عنده خلل، خصو لابد يمر بها. بعد ذلك كيمروا الى مرحله كتسمى المراهقه الفكريه، بعد النفسيه والجسميه الفكريه. اش كيوقع للانسان؟ كيبدا دماغه كيبدا يفكر افكار ازليه،
وهنا كيبدا يوقع لي صراع كبير مع الذات، وصراع مع المجتمع، وصراع مع الحياة من حوله، وصراع مع الكون برمته، كيعود ضائع. هاد القضية كتلقى عند الشباب ديال الجامعات، كتلقى طالب في الجامعة عنده الدفتر ديالو دير المادة اللي كيدرسها، وحدها كتلقى كيخطط بستيلو. هذيك المخططات تدل على أن نفسيته فيها صراع كبير، وكتجي الوساوس. الوساوس اللي كتجي من هي كلها من الشيطان، الوسوسة من الشيطان. وربي عز وجل قال لنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاد الوساوس هي عبارة عن خواطر، هناك من ترد عليه خواطر كتدخل لدماغه، هي كتهجم عليه أفكار مظلمة وأفكار ظلامية، هذه خواطر ذهنية. هناك من تهجم عليه أحاسيس، أحاسيس شعور، شعور بالألم، هو ما مريض وكيشعر بالألم، الشعور بالغثيان، الشعور بالإشمئزاز، الشعور بأنه وحيد، الشعور بأنه غير مرغوب فيه، الشعور بأنه ضيع مهمش. كاين بعض الناس وداك اللقب حتى في المعارضة، رغم كاين مكان الوضع مزيان هو كيبان ليه كل شيء أسود، كيعود معارض ومخاصم مع نفسه ومع الناس ومع المجتمع. هذه واردات نفسية. وهناك الله يحفظ اللي كتجي أكثر، كيبدا يسمع هواتف في أذنه، كيسمع أصوات تخاطبه، هنا كيتسطى كيحماق، كيمشي عند الطبيب كيدير ليه العلاج، كيقول ليه عندك الأعصاب، كيزور بسيكولوج كيقول ليه عندك نقصان في بعض المواد في الجسم، كيعطيه أدوية، كيمشي عند مسؤول آخر ناس راقي كيقرأ عليه القرآن الكريم لعله وعسى يتشافى. كيفاش ممكن الإنسان يتعالج؟ العلاج هو أن تعالج نفسك بنفسك، واللي غادي يساعدك فقط غادي يغرس فيك الثقة ثم يدلك على الله فقط. العلاج بسيط جدا، أول حاجة نزرع في المريض الثقة بنفسه بأنك أنت أيها الإنسان عندك مراكز قوة وعندك مراكز ضعف في جسمك. مراكز القوة خلقها فيك الله، أعطاك الله الإرادة، العزيمة، أعطاك الروح المبادرة، أعطاك الله الروح النضالية والجهادية والقتالية، أعطاك الله تعالى الهمة العالية، هذه قيم إيجابية فيك الداخل، وأعطاك كذلك الخوف، أعطاك التردد، أعطاك الخشية، أعطاك الضعف. أنت خدمتي بزاف هذه الدائرة الضعيفة ونسيتي الدائرة القوية. خصك لابد تزرع الثقة بالنفس، أنت قوي، الحياة هبة من الرحمن لا تضيعها، الحياة نعمة عظيمة، ما نخلوش هذه الأفكار السلبية تأثر علينا. وكل نهار ضاع لن يعود أبدا. غتلقى يا بنتي شحال من مرة سنوات تمر، شهور وأسابيع، ودائما الحياة غادية في تقهقر، أمراض، أسقام، كتضيع، اللي مشات غتضيع. اليوم حينما يشرق شمسه غنقول هذا كسب جديد لا ينبغي أن أضيعه، يكفي ما ضاع من أيام. الثقة بالنفس، بعد ذلك أن الإنسان يقترب من ربه، يستحضر وجود الله معه، حتى لأن هذه الوساوس كتغيب عليك وجود الله. نحضر الله معي، الله ناظر إلي، الله يحفظني، الله يقويني، الله يرزقني، الله معي. دائما كتشعر بأن الله معك. اذكروني أذكركم، من ذكر الله تعالى في الأرض ذكره الله في السماء، والله تعالى أشد ذكرى له. ثم بعد ذلك بنتي كنحاول ما أمكن أنني نبعد من الوحدة، الوحدة دي كونسي، ما نبقاش وحيد، لابد نمشي نقلب ندخل وسط الجماعة، صديقات صالحات، صديقات دارسات، نكون معهم دائما، ما نبقاش بوحدي. ودائما بنتي مرة مرة مشي للجامع، وخا النساء ماشي واجب عليهم الجماعة في المسجد، ولكن مشي للجامع ديال النساء وندخل وسط المؤمنات، الجامع فيه المؤمنات الصالحات كيقراو القرآن الكريم. غتقول لي لا راه النساء فيهم كذا، ما كاين، كلشي بحال بحال، كاينين الصالحات ما أكثرهن. ندخل وسط المؤمنات لأن القلوب يسقي بعضها بعضا، كاين العلاج بالدخول وسط المؤمنين والمؤمنات، المؤمنة كتدخل وسط المؤمنات والمؤمن كيدخل وسط المؤمنين. كنمشي للجامع كنلقى عامر بالناس، ندخل وسط منهم وغنستشعر بأن القلوب يسقي بعضها بعضا، كنتعالج، العلاج وسط الجماعة. ثم أواظب على ذكر الله تعالى
وغنعرف بان هذا الذي اصابني عدو اسمه ابليس وجنوده، سماه الله تعالى الوسواس، ولكن اعطاه اللفظ الخناس، يخنس يخنس، ما عنده قيمه دغيا كيسكت اذا لقى الهمه العاليه. بنتي غنقول لك تقري دائما في الصباح والمساء 3 مرات إلى 7 مرات الاخلاص والمعوذتين، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقرأها 3 مرات في الصباح في المساء أو 7 مرات، ومن بعد نحاول تكون عندي الهمة عالية. بنتي اللباس ديالك حيدي لك اللباس اللي هو قاتم، الأسود الأزرق الجري حيديه، لبسي لباس يكون مفتوح في ألوان، افرحي بالحياة. ملي تخرجي من داركم غتبالك السماء زرقاء ويبالك النخيل والورود والأزهار، شوفي الحياة بمنظرة جميلة. المستقبل ديالك اعتبر بأنك غتكوني ناجحة وغتكون إن شاء الله متفوقة ومتألقة، وبعد الإجازة هناك مشروع عمل كبير غتخدمي، وزواج وإنجاب وعائلة. دائما تفائلي بالخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوه. وانت غادي يا بنتي دائما لا تنسي الصدقة ولو غير قليل، انت طالبة عارف الوضعية المزرية ديال الطالب المغربي، يكفيك بنتي دريهمات في جيبك، ما تيسر تصدقي ولو بالقليل، الصدقة تدفع البلاء والبأس وتجلب الخير. ما تنسيش يا بنتي الرضا ديال الوالدين، الدعوة ديال الوالد والوالدة مباركة مسعودة. الأمهات دايما يقولوا لبناتهم الله يرضي عليكم، والبنات اياك الا كان عندك شي خصام او شي قلق او شنان مع الام اصلحيه، لان غير غضب القلب ديال الام قلبها غضوب على بنتها راه كتعود بنتها مضاربه. شحال ديال الفتيات عندهم هاد المشاكل النفسيه سببهم غضب قلب الام. دائما رضي امي، نعنقها نحاول نفرحها، والام غدا لك بالخير وما غتلقي الا الخير امامك باذن الله. الله يشافيك بنتي ويعطيك الله النجاح، وركزي في الدراسه ديالك وتصاحبي مع الناس الطيبين وكوني متفائله وما تلقي الا الخير امامك. اسال الله الكريم المتعال ان يرزقك الصحه والعافيه، الصحه النفسيه، الصحه النفسيه والمناعه النفسيه والقوه الايمانيه، ويجعلك الله تعالى من الصالحات القانتات. اللهم امين يا ربي يا كريم. ونتحول من بني ملال الى تونات مع اخينا مصطفى. السلام عليكم سي مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك اخويا. دكتور سكرابا لاباس. اهلا وسهلا بك. خير. الحمد لله مولاي. الحمد لله. اسمح لي يا دكتور الله يحفظك. يا مرحبا اخويا. انا مشيت نقول له راني كنسكن في وزاره، راني قلت تاونه حيت معايا شي سيد من تاونه دابا. مرحبا بك انباس. الله يحفظك. انا دكتور عندي، كنت جندي في راوت الماو، وجيت تخرجت عند القرطاس، ومن بعد بقيت نتبع السبيطار ديال الميليتير. سي مصطفى الا كان ممكن اخويا غير بدل البلاصه واحد الخطوه الى الامام واليسار حتى الريزو كيتقطع باش نسمعك مزيان، الا كان ممكن سمح لينا. سمح لي حتى انا ما كنتحركش. الله يشافيك اخويا، سمح لينا ما كاين باس ما كاين. ما كنتحركش من بلاصه انا دابا تحركت غا براسي وصافي الله يحفظك. واخا اخويا مرحبا اخويا. الله يرحم الوالدين. اللهم امين سيدي. قلت لك راني معدد بزاف، ومن بعد خرجت غمت من خرجت غمت السبيطار من ماريفيا، مشيت نشلا باش نبدا تما، وهي كضربني واحد الطوموبيل عاوتاني. الله 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 الله. ضربتني واحد الضربه فضيحه تهرست 10 الهرسات. يا ربي السلامة يا ربي يا كريم. ملي تهرست من الهرسات من رجلي 10 الهرسات وتضربت في ظهري ما بقيتش نوض. لا حول ولا قوة إلا بالله. وملي ضربني هذاك مول الطاكسي معاه 6 ديال الناس، هو كيقول ما شافنيش، وديك الناس كيغوتوا عليه كيقولوا له انت باش دوز السيد، وانا واقف على الطريق بزاف
كنسي نعا باش نركب. ما شاء الله. اللي ضربني هزني وشداني في السماء ومشى هو في الارض وانا مشيت في السماء واحد 10 متر عاد جيت على الطوموبيل من الفوق. لا حول ولا قوة الا بالله. بقيت منشر من الفوق من الساعة اللي جاو قبل الجدرمية باش يشوفوا قطف الخرجة ديال فلا. اييه. اللي جاو باش يشوفوا قالوا لهم علاش طلعتوا هذا السيد على الطوموبيل من الفوق؟ قال له ديال هو اللي ضربوا من راه جاع ليها هو من الفوق. لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله. دابا ملي انا واقف في الطريق من برا بعيد على الطريق عند البلاصه ديال المركوب. نعم. وبالعكاكس ديالي ما ناشي تصحيح. انا قلت لك انا دوزت 25 عام في الصحراء مبليسي مخرج عند القرطاس. الله 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 الله. وهذا عاود شا كمل عليا. الله اكبر. وملي لما كنت غادي حكي تما شنو دار مع الجدرميه عاود عطاهم الفلوس له شنو دار معاها وداروا لي بان ضربني في الوسط ديال الشنطي. ما شاء الله. دابا راني من ديك الهرسه راني بريت. اييه. والنوض باقي ما كنوضش ورجلي كيتحركوا ودابا اللي كيخصني شي عمليه على باصا غا باش هنايا ما عندهم شي ما عندهم شي كيفاش باش يديروا لي. واخا لو كتبوا هكا ما خصنيش نصلي حتى هاد الاطباء ديالنا كيبقاو شحال من طبيب كيدخلوني عنده دابا بحال هكا حيت انا دابا ولا عندي بزاف القبض ديال الكرش حيت ما كنتحركش. نعم. عندي النبوله عندي المهم بزاف ديال المسائل. الطبيب كيقول هذا ما تجيبوه ليش. نعم. بحال هذا ما تجيبوه دابا مول النبوله يقول لما تجيبوه لي شي مول المصارن يقول لما تجيبوه لي شي مول العظام يقول ما تجيبوه لي شي. الله الله. انا بحال غنمشي. لا حول ولا قوة الا بالله. انا دابا كنفكر كيفاش بغي غنمشي. لا اله الا الله. ودابا سيدنا الله ينصرو. نعم. دارنا لابيلونس باش دينا للرباط. نعم. باش دي هاد الناس اللي هما طايحين بحال هكا. دابا هادي الرباط بخاطرات ما كيبغي يديني حتى شي واحد كنعيط لهم كيقول لك انت في هاد الحاله هادي خصك تكون غادي باش دير العمليه عاد باش نديوك. اما انا عندي رانديفو على النبوله رانديفو على المصاران رانديفو على العظام ما عرفتش انا كيفاش انا فين غنمشي. انا يمكن خصني نمشي عند هاد الناس اللي كنت اللي كنا كندبزو معاهم شحال هادي بالسلاح في الصحراء. نعم. ما عرفتش انا فين غنمشي ما عرفتش. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا الصيد الصيدليه ما كنزلش عن 120 الف ريال في الشهر. نعم. انا عندي خمسه دراري الدار رهنتها ثلاثه الخطرات دابا ما بقاليش كيفاش ندير باش نسكن فيها. الناس داير فيا خير. هذا من اللي كيديوني اللي كيجيو بلابيلونس قال لك ما بقاوش يديوهاك قال لك حنا دايرين معاها غا باش نديو الواحد غا إذا كان ماشي يدير العملية. أنا دابا خصني إلا كنت تانكم باش ندير العملية كيفاش غندير؟ لا إله إلا الله. دابا سي مصطفى أشنو هو المطالب ديالك أخويا؟ المطالب ديالي وهي أنا دابا بغيتك تدعي معايا ويسهل عليا الله من عنده والحمد لله. لا إله إلا الله. دابا الآن سي مصطفى أنت فين كتواجد حاليا؟ أه؟ فين كتواجد حاليا؟ راني في وزن. في وزن والعلاج ديالك في اي مستشفى بغيتي تعالج؟ واش في الرباط في الدار البيضاء مركز استشفاء جامعي ولا كلينيك خاص ولا فين؟ ملي كنمشي كنجبر الطبيب من زروب. نعم. كنجبر الطبيب من زروب وداير رجلو على رجلو هكا رجل على رجل وكيهضر في التليفون وانا فيا الحرق وانا انا ما كنجلسش شي. الله يستر يا رب. انا كنمشي غمغاط كنمشي مطلوق. ايه. وفي الزنقه كنمشي مطلوق عارف الشريو. لا حول ولا قوه الا بالله. واللي كيخصني غير عمليه شي واحد اللي غيدير فيا الخير مثلا ما عاد فيه واش برا واش هنايا كيقول لك ما عندنا كنديروها حيت ما عندهمش الوقت تيهضروا معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. في المستشفى الجامعي ديال الدوله. المستشفى ديال الميليتير.
ديال الميليتير ما شاء الله. اييه ملي كنمشي للرجونس بعد شحال من خطره كيديوني من هنا من وزان للرجونس كنكري انا كنكري طاكسي. يا خويا طاكسي كيحيد الكراسه ويديني فيها. الله الله الله. بعد ما كنجبرش لابيلانس بعض الخطره كتكون لابيلانس مثلا مشات من تطوان مشات هذا من وزان كندير طاكسي. السي مصطفى خويا هذا النداء لما كتوجه دابا حاليا واش كتوجهوا للمسؤولين واش كتوجهوا لشي جهه معينه؟ ايوا راني كنوجه كل شيء اللي هو فيه النفس كامل. انا ملي تسمعني بان انا دابا راني انا مغربي. نعم. وانا شحال وانا في الصحراء ومخرج عندي قرطاس ومسموح فيا في غنمشي انا خصني انا توقف وعارف راسي ماشي وقع لي هادشي تراني نجمع حوايج ونزيد بحالي. لا اله الا الله. شنو غندير انا هنايا؟ ما شاء الله. خويا مصطفى غتخلي الرقم ديالك في ستوندار ان شاء الله تعالى وان شاء الله ربي غادي يفتح شي باب من ابواب الخير. هادشي اللي سمعنا الان هذه صرخه مواطنين كيشعر بانه مجروح في كرامته وعزته. السي مصطفى كما يقول وان صح ما يقول فاللي حملوا السلاح للدفاع على حوزه الوطن هذو راهما الاسياد ديال الوطن، المفروض يكونوا هما الاسياد. كل من حمل السلاح لجلب الاستقلال مع جيش المقاومه وجيش التحرير، الرجال ديال المقاومه وجيش التحرير او الناس اللي هما الان في الجنديه اللي هما مرابطين في الحدود ديال المغرب واللي هما كيحميو الارض وكيحميو البلد من اي خطر محدق بها، هادو هما الرجال والاسياد ديال البلد والمفروض انهم يكونوا معززين مكرمين مبجلين ويستافدوا من حقوق المواطنه اكثر من غيرهم. اللي كنسمعوا دابا الان هذه صرخه نلمس فيها الصدق اخينا مصطفى اللي هو يقول بانه ضرب بالقرطاس المفروض يحمل على فوق الراس يتحمل. الان كيلقى بانه لقى صعوبه في ايجاد حتى العلاج. هذا كله كيحملنا جميعا على ان نحيي ونوقد ضمائرنا. اي واحد فينا في شي قطاع معين مسؤول في اي بلاصه معينه عليه ان يعيد التفكير في تقديم الخدمات للناس. للاسف الشديد اصبح واحد الموجه ديال الفتور كنلاحظوها، موجه ديال الفتور عارمه في قطاعات مختلفه ولات عندنا لا مبالاه وكل واحد فينا اللي عنده شي عمل زي النقص وكل واحد ما بغاش يقوم بالمسؤوليه وكل واحد كيقول لك شوفوا غيري ما تشوفونيش انا. ولات واحد الجو عندنا ديال الفتور يسيء للبلد. وهذا الشهادة اللي سمعنا لها هي واحدة من الآلاف ديال المواطنين. لو فتحنا هذا الخط ديال شكاية المواطنين غنسمعوا العجب العجاب. احنا محتاجين في هذه الظرفية الراهنة لروح وطنية جديدة، محتاجين إلى أننا نشعر بأننا كل واحد فينا راه مسؤول في القطاع دياله يعمل بكل جهده وما يستطيع من خدمات، ما تكونش عندنا لا مبالاة. حتى اللي ربما عنده موقف من بعض القضايا اللي هي في البلد دير سيدي غير لسبيل الله، دير غير لوجه الله. كنتألموا كثير ملي كنسمعوا خطاب بحال هذا، انسان مريض 10 الهرسات ما لقاش العلاج، طلبوا الله تعالى يجعل ولاد البلاد صالحين ولاد البلاد اللي فيهم الضمير الحي اليقظ واللي عندهم النزعه الوطنيه الصادقه واللي عندهم الايمان بالله واللي كيتزاحموا في فعل الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يكثرهم رب العالمين هذو ولاد البلاد، يكثرهم الله تعالى باش يقدموا الخدمات فيما بينهم. خويا مصطفى حنا قلوبنا معك وحنا كنتألموا لألمك وشعرناك بأنك مريض مرتين، مريض أنك ضربتي بالقرطاس ومريض لأنك ضربتي بحدث سير 10 الهرسات، ولكن مريض نفسيا ملي كتشعر بأن الكرامة والعزة ديالك تمسات وأنك ما لقيتيش الأذان الصاغية وما لقيتيش من يدق بابك. كنتمنى إن شاء الله الصرخة ديال أخينا مصطفى توصل للقلوب الطاهرة وللعقول النيرة حتى يأخذ القوي منا بيد الضعيف. ندير أخويا العمل ديال الخير وما نتسناش تعويضات من الإدارة، ما نتسناش تعويضات من المسؤول ديالي، ما نتسناش واحد الكلمة التشجيعية، ما عندي ما ندير بها. أنا غنتسنى العطاء من الله، غنتسنى الكرم من الحي الذي لا يموت، غنتسنى الجود والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. خاص النزعة الإيمانية تكون عندنا في قلوبنا جميعا
ونعلم أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى يسمعنا ويرانا وهو معكم أينما كنتم. واللي دار عمل ديال الخير ربي سبحانه وتعالى كيجازيه. يكفينا أن نذكر بقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أناسا ما هم بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من منازلهم من الله، وجوههم من نور، ويبعثون على منابر من نور، يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف. قيل: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. هذا كلام النبوة. النبي الكريم جمع الصحابة ويخاطب من خلالهم الأمة جمعاء. غادي عرف بأن غتجي واحد الفترة زمنية غادي يكون الفتور وغادي يكون لا مبالاة، والإدارات هاي المؤسسات قائمة ولكن الهمة العالية للإنتاج ما كيناش. غنسمعوا الإذاعات ولكن الخطاب البناء ضعيف. غنسمعوا مؤسسات حكومية ولكن العطاء من أجل المساهمة في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية هزيل. علاش سادت جو من اللامبالاة؟ هنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يتدخل ويريد أن يلهب حماسنا، فيقول يوم القيامة: إن لله أناس، واحد الخلق خلقهم الله تعالى في المسار ديال التاريخ البشري. هؤلاء الخلق وجوه من نور. إن لله أناس ما هم بالأنبياء ولا الشهداء. سال عهد الأنبياء وانتهى عهد الرسل، ولكن بقي مازال واحد العهد آخر ديال من؟ ديال الرجال الصالحين، غادي يبقى إلى يوم القيامة. لله أناس ما هم بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من منازلهم من الله. إلا كانوا الأنبياء والرسل قرب من الله، هذا الرجال هم أقرب إلى الله من الأنبياء والمرسلين، حتى يغبطونهم. الغبطة هي غير الحسد، كيقول: واه كيفاش هادو جاوا ورانا ماشي أنبياء ومرسلين وصلوا لهذا المقام. وعطانا سيدنا رسول الله الوصف ديالهم، قال لك: وجوههم من نور. عطاهم الله واحد النور شعاع في وجوههم، يستمد من نور الله، مستمد من نور الله. وجوههم من نور، ويبعثون على منابر من نور. منبر، منبر من نور، ماشي سيارة ولا أريكة، منبر من نور. ويمرون على الصراط مرور البرق الخاطف. الصراط هو اللي غادي يمر منه الجميع، كل شيء غنمر منه. كان هناك من يحبو، وهناك من يجري، وهناك من يسقط، وهناك مقاليع تقلع الناس وترميهم في وادي جهنم والعياذ بالله، وهناك من يمر عليه مرور البرق الخاطف. سرعة كيمر بسرعة هؤلاء الرجال. الصحابة قالوا: يا رسول الله، شكون هاد الرجال هادو؟ واش هما من المجاهدين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ قال لهم: لا. قالوا: شكون هاد الرجال؟ واش هما الذين يصلون بالليل والنهار؟ قال لهم: لا. قالوا: شكون هاد الرجال؟ واش يذهبون إلى الحج والعمرة كل سنة، يعتمرون ويحجون ويطوفون ويسعون؟ قال لهم: لا. شكون هما هاد الرجال يا رسول الله؟ قال: هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. هنيئا لكل برلماني في الكرسي ديالو وخاض المعركة البرلمانية وفاز فوزا ساحقا وصعد فوق الكرسي ديالو ثم يقضي حوائج الناس. هنيئا لكل مستشار جماعي حتى هو دخل المعترك السياسي والحزبي وفاز بمقعد ثم في جماعته يقضي حوائج الناس. هنيئا لكل عامل تم تعيينه عامل على إقليم وأصبح مسؤولا ويقضي حوائج الناس. هنيئا لكل وال على ولاية المملكة ربي عز وجل وفقه بأن يعين على مقعد هذه الولاية ويقضي حوائج الناس. هنيئا لكل وزير في وزارة معينة يشرف على قطاع حيوي كبير في الوطن ويقضي حوائج الناس. هنيئا لكل موظف رغم أجرته البسيطة ورغم أنه محروم من التعويضات ورغم أنه محروم حتى من الكلمة الطيبة، ومع ذلك يجلس على مقعده ومكتبه ويقضي حوائج الناس. هنيئا لكل حارس أمن وفقه الله تعالى للقيام بحماية أمن الناس وسلامتهم، مهما صعدت رتبته ومهما ضعفت رتبته فهو في مكان يخدم مصالح الناس.
وهنيئا لكل طبيب وطبيبة ولكل ممرض وممرضة اللي هو موضوع في مكان معين وما كيشوفش في الأجرة دياله وما كيفكرش في النقابة خصو يدخل لأنه ضائع في التعويضات وأنه ضائع في الساعات الإضافية وضائع في التعويض على الخطر وكذا، وإنما كيقوم بالواجب لأنه بغى يكون من دوك الرجال اللي هما وجوه من نور يبعثون على منابر من نور ويمرون على الصراط مرور البرق الخاطف. تحية كبيرة 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 لهذا الرجال الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، ما كيشوفوش الأجرة ديالهم والتعويضات، ما عندهم ما يديروا به، داكشي اللي قسم الله هو هذاك، ولكن كيتهضروا الفتح من الله والرزق من الله والعطاء من الله والبركة من الله في الدنيا وفي الآخرة. وتحية كبيرة وكبيرة جدا لرجال التعليم من المعلمين والمعلمات والأساتذة والأستاذات اللي هما رغم الظروف الصعبة ديال القطاع التعليم ورغم كيتعصبوا ورغم أنهم كيشحفوا ورغم أنهم كيسمعوا كلام جارح، ومع ذلك ما دام أنهم منتصبا لمهمة التعليم يربي الأجيال يقوم على التنشئة الصالحة، تحية كبيرة له أنه كيقريهم وكيعتبرهم ولاده وفلدة كبده وكيدير الجهد ديالو باش يقريهم. هذا سيكون إن شاء الله تعالى على منبر من نور ويمر على الصراط مرور البرق الخاطف. وتحية أكبر لرجال العسكر المقيمين على حدود البلاد يحملون السلاح يدافعون عن حوزة الوطن، وكل رجالات الأمن والقطاعات اللي هما يا رغم الظروف الصعبة ورغم الفئات اللي كتعرض بعد مرة للإقصاء وما كتستفدش من الامتيازات، مع ذلك ما كيخليش هذا السبب ديال عدم الاستفادة من الامتيازات عدم القيام بالواجب. فرق بين الاستفادة من الامتيازات والقيام بالواجب. إذا قمت بواجبك لله، الله تعالى اسمه الرزاق، سوف يرزقك رزقا عظيما، بركة في الأولاد، بركة في الزوجة، بركة في الصحة، بركة في العائلة. لا تنظر دائما إلى الامتيازات والتعويضات، لأن هناك صندوق التعويضات الإلهية أعظم وأكرم. كنطلب أن الله تعالى يوفقنا جميعا باش نكون دائما في خدمة الآخر، على قدر ما خدمت الآخر يأتي الله تعالى بمن يخدمك. عندك تسحب راسك انت اللي غدير، راه على قدر ما قدمت يدك للآخرين الله سبحانه وتعالى يقيد لك أناس أفضل منك وأكرم يخدمونك ويتهلوا فيك. سبحانك يا جليل، هذا كيتسمى قانون التعويضات الإلهية في الدنيا، فما ظنك بتعويضات الإلهية في الآخرة. أسأل الله الكريم أن يلهمنا وإياكم الصواب والخير والبركة ويرزق الأمن والأمان للجميع. اللهم آمين يا ربي يا كريم. غنتناول مكالمة أخرى، نتحول من وزان إلى أكادير مع لالا زوليخة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة سيدي. الله يرفع مقامك أخويا. لا سمحي لي. بارك الله أستاذ، أنا غير بغيت أستاذ نطلب منك واحد الدعاء لواحد الأخت ديالي. يا لالا. عندها واحد الولد ديال عمري. لا إله إلا الله. هذه مدة سنتين هو ناعس في بلجيكا تيرتو. هي أستاذة متقاعدة ومشات وعندها مشكل غير باش تمشي عنده، دايما خصها تمشي ترجع دير الفيزا وتطلب الفيزا، بغات هي زعما شي مساعدة، بغات باش تبقى تمايا زعما قدام ولدها وما لقاتش اللي يساعدها، ما لقاتش دايما كتمشي وتجي وتمشي، هي ساكنة في وجدة وكتطلع حتى للتربيطة باش دير الفيزا وترجع. وأستاذ هي ولدها وقع عليه واحد قطع عليه واحد العرق في راسها هذه عامين وهو ناعس في مستشفى تمايا. لا إله إلا الله. بغيت تدعي معها أستاذ، تدعي معها يسهل عليها ويسهل على يا رب. يا ربي آمين. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنتصل بك شحال من مرة، كنحاول نتصل بك مع عمري، واليوم إن شاء الله كنتمنى يكون هذا النهار لقيت الحظ ديالي معك، ونتمنى يكون واحد الدعاء ليه والأخت ديالي باش يوفقها الله باش إن شاء الله تقعد معاه تما وتقبله. عندها زوج وليدات وواحد مبلي وهذا مريض ليها. الله 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 يشافي ويعافي يا رب، الله يشافي ويعافي لالا زوليخة يا ربي، الله يشافي من عنده. اللهم امين يا رب العالمين. وهذه الجمعة المعظمة عند الله، هذه جمعة مباركة وفيها ساعة من ساعات الاستجابة، ساعة خفية في هذا اليوم المعظم الجمعة، ربنا عز وجل يفتح فيها أبواب الإجابة ويجيب الجميع على علتهم. هذا امتياز كيعطيه الله تعالى كل جمعة.
كيجعل واحد الساعه خفيه تتنقل، منهم من قال بانها في وقت محدد، منهم من قال بانها تتنقل فيها، يفتح الله ابواب الاجابه على مصراعيها ويستجيب لكل داع. لعل تكون هذه او بعدها او قبلها، ونطلب الله تعالى اللزلخة في هذه الساعه المباركه وهذا اليوم المعظم. الله يشفي هذا الولد يا ربي، انت الشافي وانت المعافي وانت القوي وانت على كل شيء قدير. اللهم شافيه وعافيه وداويه بدوائك، اللهم طبه بطبك. رب الناس اذهب الباس اشفي، انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. يا ربي احفظ الجميع. لالا زليخة، بغيتك لالا تقولي لهاد الاخت الفاضله انها ملي كتشعر بان هذا ابتلاء شديد، عندها جوج الوليدات، الاول مريض والثاني وقع عليه انحراف، كيف تصنع صعوبة الحياة؟ قل لها دائما تكرر يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. الغيات، الله تعالى اسمه المغيث، كتسميه عبد المغيث. المغيث هو اسم من أسماء الله فيه الاستغاثة، ملي كتستغيث، ملي كتجيك واحد البلاء شديد، وملي كتضر بك الدوائر، وملي كتضعف، ما كتلقى لا قدرة فكرية ولا مهارة فنية للوصول إلى هدفك المنشود، كتبقى مكتوف الأيادي، ماذا أصنع؟ أستغيث. يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. هذا يروى في الحديث أن أحد الصحابة كان في الطريق وكان في قافلة ويحمل فيها أموال الناس أمانة، ولكنه في الطريق تعرض له بعض اللصوص قطاع طرق وسلبوا منه كل الأموال، ثم أرادوا قتله، فقال لهم يا ناس، قال لهم المال مال الناس وأنا لما تقتلونني؟ قال لي لابد أن ندفن الخبر معك، مال الناس غناخدوه وانت غتقتل باش تدفن الخبر، هنا ما يبقى حتى شي أثر. فبقى كيستغتهم وطلبهم وعاود استغتهم، لا رحمة لا شفقة. فقال لهم واخا أعطوني غير واحد دقيقتين ومن بعد نفذوا أمركم. سجد لله وقال يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. فإذا بفارس مغوار يأتي من الضفة الأخرى، قوي له فرس يجري كالسهم، فإذا به ذيك العصابة يضربها ضربة واحدة، قتل من قتل وفر من فر وبقي المال. فتحجب الرجل وأراد أن يشكر هذا الفارس، قال له من أنت؟ شكون اللي جابك لي هنايا باش تنقذني؟ قال لي إنما أنا ملك في السماء الرابعة، لما قلت يا مغيث أغيثني بلغ صوتك إلى الله، فقال الله تعالى يا ملك في السماء الرابعة قم وتدخل وأنقذ عبدي، فتدخل ذلك الفارس وأنقذه. يا أختي الفاضلة، إذا قلت يا مغيث أغيثني هناك جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الجنود ماشي غير فرسان عندهم سيوف، لا، هناك جنود الله في قطاع الصحة، أطباء. هذا الولد مرض، غتلقي إن شاء الله في قطاع الصحة غتلقي أطباء وممرضات وطبيبات وممرضين غادي يقدمون إن شاء الله الخدمة لما تبلغهم يا مغيث أغيثني. في القطاع الإداري ديال التأشيرة ديال الفيزا ديال الباسبور غتلقي إن شاء الله تعالى رجال في الإدارة والنساء في الإدارة من جنود الله، ملي غيسمع يا مغيث أغيثني يبلغهم النداء الإلهي ويقدموا لك إن شاء الله تعالى الدعم والمساعدة. والابن اللي هو منحرف وعنده أصدقاء السوء غتسمع يا مغيث أغيثني سيقيد له الله تعالى الصالحين والمباركين اللي غادي يقدموا له الدعم والخير ويقدموا له إن شاء الله الأفكار النيرة ويهدى على أيديهم بإذن الله. فأسأل الله الكريم أن يحفظنا وإياكم ويشافي مرضانا ومرضاكم، وأن يجعل الأمن والأمان كله في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم أمين يا رب يا كريم. نبقى مع فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. رزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في ختام حلقة هذا اليوم في هذه الجمعة المكرمة نرفع أكف الضراعة إلى الله جل جلاله بأن ينفس كنوبنا ويفرج هممنا ويشفي مرضانا ويغني فقيرنا ويصلح ضالنا ويبارك في كل منا.
تعالوا بنا نناجيه جل جلاله ونقول سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك يا الله ما أعظم شانك، سبحان المنفس عن كل مكروب يا الله، سبحان المفرج عن كل محزون يا الله، سبحان المكرم لكل مديون يا الله، سبحان المخلص لكل مسجون يا الله، سبحان العالم بكل مكنون يا الله، سبحان مجري الماء في البحر والعيون يا الله، سبحان من جعل كلمته بين الكاف والنون يا الله، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا مفرجا فرج يا الله، يا مفرجا فرج يا الله، يا مغيث أغثنا يا الله، يا مغيث أغثنا يا الله، يا كريم العفو يا الله، يا كاشف البلاء يا الله، يا عون الضعفاء يا الله، يا منقذ الغرقى يا الله، يا منجي الهلكى يا الله، يا محسن يا منعم يا الله، يا حميد يا مجيد يا الله، يا عماد من لا عماد له يا الله، يا سند من لا سند له يا الله، يا ذخر من لا ذخر له يا الله، يا غيات من لا غيات له يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم يا رب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم يا رحمن يا رحمن أكرمنا بكرمك، جد علينا بجودك، اللهم كل مريض منا فشافه وعافيه، يا ربنا أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت المشافي وأنت المعافي، شافينا جميعا يا الله، أرزقنا الصحة والعافية وتمام العافية يا الله، ألبسنا لباس العافية يا الله، رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي يا الله، رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي يا الله، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا غني اغننا يا الله، يا كريم أكرمنا يا الله، يا جواد جد علينا يا الله، يا رزاق أرزقنا يا الله، اللهم يا رب كل فقير منا، اللهم ارزقه رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا، اللهم إن خزائنك ملأ بالرزق والخيرات والبركات، وقلت وقولك الحق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزل بقدر معلوم، يا رزاق ارزقنا، يا رزاق ارزقنا بحق قولك، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يا رب إن رزقنا قد ضاق علينا في الأرض فأنزل علينا رزقا من السماء، وقد قلت وقولك الحق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللهم ارزقنا من السماء رزقا طيبا، اللهم أنزل علينا الأمطار، اللهم أنزل علينا الأمطار، أمطار الخير والبركات، اللهم أغثنا يا الله، اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا الله، يا الله يا الله، اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، انصرهم نصرا مؤزرا، كلهم وليا ونصيرا، يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه إسماعيل يا الله، يا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله يا الله، يا كاشف ضر أيوب
يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين يا الله، يا كاشف غم المغمومين يا الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجعل بين كل زوج وزوجة مودة ورحمة يا الله. اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات واجعل بينهم مودة ورحمة يا الله. اللهم نقي قلوبهم من الكبرياء ومن العناد ومن الحقد ومن المحاسبة. اللهم ارزقهم ألفة ومحبة ومودة بين كل زوج وزوجة. اللهم يا الله، اللهم يا الله، إلهنا لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا يا رب، اصلح أبناءنا وبناتنا يا رب، أنبتهم نباتا حسنا، بارك لهم اللهم في الأسماع والأبصار والعقول والأفئدة يا رب. احفظ شبابنا من الوساوس، واحفظهم يا ربنا من الانحراف، واحفظ بناتنا من الفساد، واجعل نساءنا صالحات عفيفات طاهرات. اللهم بارك في الجميع يا الله، بارك اللهم في الجميع يا الله. اللهم كل من تزوج ولم يرزق بالإنجاب، اللهم ارزقهم ذرية طيبة يا الله. اللهم ارزق من تأخر عنهم الإنجاب ذرية طيبة من الذكور والإناث يا الله. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عاجلا غير آجل يا الله، يا رب عاجلا غير آجل يا الله. يا رحمن أرنا عجائب قدرتك، يا رحمن أرنا عجائب قدرتك. يا رب احفظ هذا البلد الأمين، يا رب احفظ هذا البلد الأمين، اجعله بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مولانا يا كريم، احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وفقه اللهم للخير وأعينه عليه، بارك فيه وأصلح به وعلى يديه، وأقر عينه بولي عهده المحبوب وصنوه الرشيد وكافة أسرته الشريفة. اللهم يا الله، اللهم يا الله، بارك اللهم في كل رجالات البلد ونساء البلد، اللهم بارك في الجميع. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعل القوي منا يأخذ بأخيه الضعيف. اللهم اجعل الذي نجا يأخذ بأخيه الهالك. اللهم ارزقنا المحبة والمودة والحنان فيما بيننا يا الله يا الله يا الله. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم في هذه الليلة الطيبة، في هذا اليوم المعظم من يوم الجمعة، ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اجعل قبور أحبابنا الذين التحقوا بك، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم أسعدهم في قلوبهم، اللهم أسعدهم في قبورهم، اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور يا رب، اجعلهم من القبور إلى القصور، أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك يا رب، ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك يا الله، ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك. اقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اقبضنا إليك هداة مهتدين صالحين مصلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وغداء الأرواح وأرواحها، صلاة تنجينا بها من كل الضلال والفتن، صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات، صلاة تجعلنا فيها من عبادك المرضي في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.